كيف تصلح هاتفك بعد سقوطه في الماء؟ وضعه في الأرض ليس الحل الصحيح. تشير الدراسات إلى أن 25% من مستخدمي الهواتف الذكية تتلف هواتفهم بسبب تعرضه للماء أو السقوط فيها أو في أحد السوائل الأخرى. هذا الرقم كبير جدا، وإذا كان على شركات الهواتف الذكية أن تقدم الشكر لأحد على زيادة مبيعاتها، فربما عليها شكر الماء على قيامه بهذا الدور. فنحن نتحدث هنا عن شخص من كل 4 أشخاص يضطر لشراء هاتف جديد بعد تلف هاتفه بسبب الماء والسوائل عموما. هذه المشكلة تواجه مستخدمي الهواتف في كل مكان بشكل يومي. في هذا الفيديو نقدم لك دليلا شاملا للتعامل مع مشكلة سقوط الهاتف في الماء، بدءا من التعرف إلى مدى قدرة هاتفك على مقاومة الماء، ووصولا إلى أفضل الطرق للتعامل مع هذه المشكلة وقت حدوثها. هل الهواتف الحديثة مقاومة للماء فعلا؟ من المهم أن تعرف أولا إذا ما كان جهازك مقاوما للماء بالفعل، فالكثير من إعلانات شركات الهواتف الذكية تتحدث عن قدرة أجهزتها على مقاومة الماء، ولكنها لا تشرح أن هذه المقاومة للماء جزئية قبل أن يتلف الهاتف. فعلى سبيل المثال، تدافع شركة سامسونج عن نفسها ضد الادعاءات بأن إعلاناتها عن مقاومة الماء تقدم فكرة خطأ للزبائن عن قدرة أجهزتها. وفي سنة 2019 أحالت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية شركة سامسونج إلى المحكمة الفيدرالية، مدعية أن الإعلانات الكاذبة والمضللة للشركة دفعت العملاء إلى الاعتقاد بأن هواتفهم من طراز جالاكسي ستكون مناسبة للاستخدام في جميع أنواع المياه أو التعرض لها، بما في ذلك على سبيل المثال المحيطات وأحواض السباحة. تعرضت شركة آبل أيضا للموقف نفسه عندما غرمت سنة 2020 بدفع 10 ملايين يورو من قبل هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية بسبب ادعاءات مضللة للشركة عن مقاومة هواتفها للماء وعدم تغطية الأضرار الناجمة عن تعرض الهواتف للماء رغم كونها ضمن فترة الضمان. ولذا عليك الحذر بشدة مما تقوله إعلانات شركات الهواتف وعدم الاعتماد على معلوماتها مع الاطلاع بشكل دقيق على دليل المستخدم. وبنظرة سريعة إلى موقع شركة آبل سنجده يخبرنا بالسيناريوهات التالية التي يجب تفاديها حتى لا يتلف الهاتف من آيفون 7 وصاعدا: السباحة أو الاستحمام مع الآيفون الخاص بك، تعريض الآيفون لمياه مضغوطة أو مياه عالية السرعة مثل الاستحمام والتزلج على الماء وركوب الأمواج، استخدام الآيفون في الصونة أو غرف البخار، وغمر الآيفون في الماء عمدا، وتشغيل الآيفون في ظروف شديدة الرطوبة. ماذا تفعل بعد تعرض هاتفك للماء أو لسائل آخر؟ أولا، لا تضع هاتفك في وعاء أو شوال من الأرز، فهذه مجرد خرافة متداولة ولم يثبت أن للأرز فائدة خاصة في تجفيف المياه، ويبدو أنه يساعد فقط على تخفيف الرطوبة، ولكن المعادن الموجودة في الأرز يمكن أن تتسبب في تآكل بعض أجزاء الهاتف، وسيتبع ذلك حدوث موت بطيء ومفاجئ لجهازك بداية من السماعة، ثم زر الطاقة، ثم شاشة العرض، خاصة لو تسرب غبار أو بقايا من الأرز للهاتف. بدلا من ذلك، عليك باتباع الخطوات التالية: أولا، قم بإطفاء هاتفك، أوقف تشغيله على الفور، ولا تضغط على أي زر من الأزرار. إذا كان هاتفك مقاوما للماء ولكنك غمرته في سائل آخر، فإن كل من شركتي آبل وسامسونج توصيان بإخراج السائل عن طريق غمر الهاتف في وعاء من المياه النظيفة، ولكن لا تقم بصب الماء مباشرة عليه، ولكن ضعه داخل إناء من الماء. ثالثا، امسح الهاتف باستخدام مناشف ورقية أو قطعة قماش ناعمة حتى يجف. هز الجهاز برفق لإزالة المياه من منفذ الشاحن، وتجنب الهز بشدة لأنه قد يزيد انتشار السائل في الداخل. قم بإزالة بطاقة الشريحة سيم. إذا كانت لديك مضخة هواء مضغوط فاستخدمها لطرد المياه، وتجنب استخدام مجفف الشعر الساخن لأن الحرارة يمكن أن تزيل الأختام المطاطية الداخلية التي تربط بعض الأجزاء ببعضها ويمكن أن تتلف الشاشة. سابعا، جفف الهاتف أمام المروحة.
ثامناً، اترك هاتفك في حاوية محكمة الإغلاق مليئة بحبيبات هلام السيليكا، وهي تلك الحبيبات الصغيرة التي تتواجد داخل الأحذية والحقائب الجديدة، أو استخدم أي مادة تجفيف أخرى إذ تساعد هذه المواد على امتصاص الرطوبة بفعالية. لا تشحن الهاتف حتى تتأكد من جفافه، قد يؤدي شحن الهاتف مع وجود سائل بداخله إلى مزيد من التلف، وتقترح شركة آبل الانتظار لمدة 5 ساعات على الأقل بعد جفاف الهاتف أو بعد اختفاء الإشعار. وفي النهاية، إذا لم تساعدك هذه الخطوات فلا تحاول فتح الهاتف بنفسك، من الأفضل أن تأخذه إلى مركز صيانة محترف.